في مؤتمر حمل اسم الحوار الوطني، ثمة ملفات عديدة تم طرحها للنقاش بين الحاضرين من مختلف المحافظات العراقية الذين يمثلون أطيافا متعددة من الشعب للخروج بتوصيات ترفع إلى الحكومة على أمل تطبيقها مستقبلا. الفساد والمسار الديمقراطي والحوار والتعايش أبرز تلك الملفات التي نوقشت عبر ورشات العمل التي تضمنها المؤتمر. كان يتضمن عدة محاور، اللي هي المحور السياسي، محور محاربة الفساد، محور التعليم، ومحور تمكين المرأة. ويبدو أنه المنظمين أيضا متفائلين بأنه ممكن يصل صوتنا إلى رئاسة الوزراء أو ربما الحكومة، وربما نحدث تغيير، وهذا أملنا حقيقة. سيتم عرض الكثير من التوصيات التي ستخرج فيها المؤتمر إلى دولة رئيس الوزراء وكذلك إلى الحكومة العراقية من أجل النظر في هذه التوصيات وكيفية إمكانية تطبيقها أو الأخذ بها ببعض الأمور. التنوع بين القوميات يحتاج إلى طاولة حوار ومناقشة، فأمان العام مجلس الوزراء جدا مشكورة على جهودها في جمع الناشطين والإعلاميين والجلوس على طاولة واحدة. ملف الانتخابات المبكرة كان العنوان الأبرز الذي أخذ الحيز الأكبر ضمن النقاشات، لا سيما أن الكثير من الحاضرين يعولون على الانتخابات المقبلة على أمل إحداث التغيير والإصلاح المنشودين، لكن كل ذلك يتوقف على مدى تعاطي الناخب مع الانتخابات والمشاركة فيها. مثل هكذا مؤتمرات ربما تلحقها مؤتمرات وندوات لاحقة حتى تعضد مخرجات هذا المؤتمر، هذه من شأنها أن تخلق بيئة صحية تحث المواطنين على المشاركة وعلى تحديد شكل الحكومة القادمة عن طريق بطاقاتهم الانتخابية ومشاركتهم الفاعلة، فضلا عن أن هكذا مؤتمرات تشكل وسيلة ضغط على الكتل والأحزاب حتى تنتهج بمنهج وطني بعيدا عن المحاصصة اللي جرت على العراق الويلات. ومن ضمن الملفات المهمة التي نوقشت في ورشات عمل المؤتمر هي حقوق المرأة وحرية التعبير عن الرأي وأهمية التعايش والحوار لإعادة النسيج العراقي إلى سابق عهده بعيدا عن الصراعات القومية والإثنية والمذهبية، لا سيما أن العراق يحتاج إلى مثل هكذا رؤى وأفكار قد تمحو آثار الهزائم النفسية التي نتجت عن أحداث ما بعد عام 2003 وحتى الآن. من العاصمة بغداد، أحمد فيلي، زاغروس تيفي.